الفاتحية حزب الفضيلة. حزب الفضيلة. طب تعليق حضرتك النهاردة على الخطاب. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا شايف طبعا أن خطاب أردوغان في الحقيقة وصل عدة رسائل، أهمها أن ما فيش تعارض أبدا بين الإسلام كمعتقد وكفكر وبين النجاح على أرض الواقع على في التجربة السياسية يعني التركية. الخطاب الثاني أنه هو عارف كويس جدا قدر مصر، إزاي أن مصر هي مفتاح لأفريقيا وإزاي أن تركيا هي مفتاحنا لأوروبا، وإن إحنا الاثنين مع بعض نملك جزء كبير جدا من الشرق الأوسط وبنملك جزء كبير جدا من البحر الأبيض المتوسط. الرسالة أظن مفادها أن محتاجين حكومتنا وشعبنا، الحكومتين والشعبين يحطوا ايديهم في ايدين بعض، وأظن دي ممكن تبقى نهضة كبيرة جدا للإسلام والمسلمين. رؤية الحزب بتاعكم للتجربة التركية، أنا شايف أن مفيش مناص من الاستفادة من التجربة التركية، مش بس كحزب في الفضيلة أو غيرها من الأحزاب. أنا شايف أن النظام المصري بشكل عام والشعب المصري بشكل عام محتاج أن هو يستفيد من التجربة التركية نظاما وشعبا. طيب تعليق الحزب على القوانين أو إعادة العمل بقانون الطوارئ، تفعيل قانون الطوارئ. الحقيقة إحنا ضد تفعيل قانون الطوارئ، لكن طبعا في نفس الوقت ضد البلطجة والإرهاب والتعدي على ممتلكات الدولة، لأن في النهاية ممتلكاتي أنا شخصيا وممتلكات سائر الشعب يعني. لكن قضية تفعيل قانون الطوارئ الحقيقة تخوف، لأن يعني مين اللي اعترض على التعامل مع البلطجية؟ لكن تفعيل قانون الطوارئ يخشى منه أن يكون تعامل مع الفاعلين السياسيين أو الإسلاميين. الحزب نزل الجمعة 9/9 ولا ما نزلش؟ إحنا في الحقيقة في الحزب لم ندرس نزلنا 9/9، لكن في الحقيقة طلبات 9/9 كانت طلبات مشروعة، فالذي رأى من الحزب أنه هو ينزل ما كانش فيه اعتراض، والذي رأى أنه لن ينزل برضو ما فيش اعتراض. لكن في أعضاء نزلت يعني؟ أظن أن في أعضاء نزلوا، وأنا شخصيا لو كنت مستطيع كنت نزلت. طب هم في سؤالين يختلفين عن بعضهم، رأي الحزب أو رأيك الشخصي في هدم السور على الجدار العازل أمام السفارة الإسرائيلية، والسؤال الثاني اقتحام السفارة الإسرائيلية، حيث الناس تخلط هدم السور واقتحام السفارة. لا، هدم السور ده رسالة رمزية بتبين أن أنا لا ينبغي أن يكون في حدود داخل بلدي، لكن اقتحام السفارة الإسرائيلية ده هذا لا نوافق عليه بالكلية. إحنا ضد اقتحام السفارة الإسرائيلية، وحتى ضد الآن الاعتصامات والتظاهرات اللي فيها نوع عنف. إحنا مع التظاهرات السلمية إلا إذا وجهنا بعنف زي ما حصل في 28 يناير، فنحن بنرد العدوان، لكن إحنا ضد أي تعامل بعنف مع لكن هدم السور أنتم مع طبعاً السور. إحنا طبعاً مع هدم السور. أنت إزاي تعمل لي حدود داخل بلدي وتمنعني من تجاوز أي حدود أو تحط لي يعني حواجز وحدود داخل البلد؟ كشباب اللي اقتحموا السفارة، ألا ترى لهم مبرر من عدم موقف مصر من إدخال السلطات الإسرائيلية بعمل أي شيء من قتل جنود مصريين؟ قضيتهم مش مع السفارة، قضيتهم مع الحكومة ومع المجلس العسكري. قضية ليست مع السفارة، دي مش دعوة لاقتحام الحكومة أو اقتحام المجلس العسكري، لكن أظن أن هناك ينبغي يعني على الشعب المصري بشكل عام والتيارات السياسية بشكل خاص أن تتعاطى بشكل مختلف مع حكومة شرف والمجلس العسكري، ولا أقصد بالتعاطي بشكل مختلف التصعيد فقط. هناك من وسائل الضغط ما نستطيع به كشعب مصري كامل، كلنا متفقين على مطلب طرد السفير، كلنا متفقين على سحب السفير المصري، كلنا متفقين على تصعيد اللهجة مع إسرائيل. مش أقل، إحنا مصر ليست أقل من تركيا ولا أقل ولا القيادات المصرية أقل من قيادات تركيا في إن هي تتخذ موقف واضح يعني. استعداد الحزب للانتخابات القادمة، دي بقى هنخليها مفاجأة في الانتخابات إن شاء الله، بس أرجو أن تكون مفاجأة سارة. طب هل يوجد تنسيق بينكم وبين الأحزاب الإسلامية الأخرى أو غير الإسلامية؟ في الحقيقة بنأمل في هذا التنسيق، لكن على أرض الواقع مفيش غير أحلام أو أماني أو وعود، لكن مفيش ترجمة على أرض الواقع لسه حاجة. هل في يكون بين الإسلاميين بينهم وبين البعض؟ الحقيقة إحنا بنتمنى أن الفترة المقبلة يكون فيها يعني هدنة بين الإسلاميين وتنسيق كامل بين الإسلاميين وبعض، وبين الإسلاميين والتيارات الوطنية التي لا تعادي الإسلاميين، قد تختلف معهم
لكن لا تعاديهم. فأرجو أن المرحلة اللي جاية يكون فيها يعني هذا التوافق الوطني بشكل ما على مطالب حقيقية وشرعية كلنا بنطالب بها. أبسطها أظن النهضة النهوض بمصر يعني في المجالات المختلفة. في سؤال بس ممكن يكون محرج شوية، حضرتك تعرضت لهجوم من بعض الرموز الإسلامية، ما تعليقك على هذا الهجوم؟ أنا مش طيب. أذكر هذه الرموز الإسلامية أنا شخصيا أكن لها كل تقدير واحترام، وأنا شخصيا استفدت منها كثيرا سنوات طويلة، استفدت منها علميا واستفدت منها علاقات واستفدت منها خبرات واستفدت منها يعني كثيرا في أوجه مختلفة. لكن في الحقيقة هذه الرموز الإسلامية حين هجمتني لم تستمع إلي، ما سمعتش مني، سمعت عني مع أنها تعرفني جيدا وتعرف كيف تسمع مني. ولما طلبت مرارا من أطراف محيطة أن أنا أصل ويسمع مني، الأطراف المحيطة نقلت إلي الرفض. أنا مش عارف هل هو رفض ولا ما رفضش، لكن الأطراف المحيطة نقلت إلي الرفض. لكن أنا أنكر كل ما قيل عني، مش معنى كده أنني معصوم، قد أكون أخطأت، لكن حتى إن كنت أخطأت، أنا معرفش أنا غلطت في إيه، لكن ممكن وارد أن أكون غلط، لكن حتى إن كنت أخطأت فأنا بطالب إن أخطأت عليك أن تقومني أو أن تنصحني أو أن حتى تتحملني بعيوبي. اقبلني بعيوبي، افرض أن أنا في عيوب، اقبلني بعيب. لم تقابل هذا الرمز إلى الآن؟ لا، لم نلتقي منذ أحداث الخلاف بيني وبين بعض أعضاء حزب الفضيل. طب هل تسعى لمقابلة هذا الرمز؟ أنا شخصيا من هنا أي خطة رشد سأدعى إليها لجمع الصف أو رأب الصدع أنا أقبل بها. يعني هذه دعوة للشيخ؟ دعوة للجميع، للشيخ ولغيره من سائر إخواني، إن أنا يا جماعة مستعد كامل الاستعداد لأي خطة رشد فيها مصلحة مصر ومصلحة المصريين والمسلمين. أستاذ معمول، أنا بشكر حضرتك على هذا اللقاء، ويقين الإخبارية بتشكر حضرتك. تحت أمرك، إن شاء الله لنا لقاء آخر. كتب خير. عشان نشوف القنبلة بتاعت الانتخابات. مش قنبلة والله، هي يعني إحنا بنقول لعلها تكون مفاجأة يا رب. شكرا. بنطلب يعني. شكرا. ربنا يكرمك. شكرا.